اما هلا رشا بنروح لمساحه من العمل التطوعي والانساني اللي حرصنا على مدار سنين طويله دائما بحلقاتنا انه نضوي على هذا العمل الانساني الراقي اللي كلياتنا بنسعى انه يصير ثقافه بحد ذاتها ببلدنا. اليوم رح نحكي بالتفصيل عن مؤسسه سوريا بتجمعنا مع مختلف الحالات الانسانيه من خلال جدول اعمالها على الارض اللي بيتضمن مجموعه من المشاريع المستمره والمبادرات والتشبيك مع الجمعيات. لنحكي طبعا بشكل موسع عن هي الانشطه. بس بدنا نرحب اكيد مع السيده سيرين الفرة عضو مجلس امناء مؤسسه سوريا بتجمعنا. صباح الخير. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكي مدام سيرين. تسلمي يا رب. يسعد صباحكم. صباح الخير. نهاركم مبارك ان شاء الله. صباحك خير وتطوع وهيك اشياء حلوه على الواقع. ان شاء الله صباح العطاء والمحبه وهيك دوما سوريا بتجمعنا دائما على المحبه. بداية مشاريع كثيرة ودائمة مثل ما حكيت فرح بالمقدمة، خلينا نبلش من حملة على امتداد الوطن، احكي لنا عنها، خبرينا عنها أكثر. حملة على امتداد الوطن هي حملة تقريبا صار لها أكثر من عدة سنوات، يعني أكثر من 5 سنوات، وهي حملة نعتبرها حملة مستدامة يعني مستمرة. وهي الحملة الهدف الأساسي والأولي هو لعناية وحتى نكون مع أسر الشهداء والجرحى وأسر المفقودين أبطال الجيش العربي السوري والقوات الرديفة. وهي من اسمها هي حابة تكون لكل زياراتنا لكل محافظات سوريا اللي بخص فيهم لحتى نكون دعم لهالأسر وللجرحى سواء كانوا أسر شهداء مثل ما حكينا أو المفقودين أو جرحانا أو جرحانا، بحيث أنه نكون سند نكون دعم، منحاول أن نشوف أحوالهم شو فينا نقدر نساعدهم، والأهم من هيك زيارتهم ببيوتهم بضياعهم بمناطقهم. ودوما بنستهدف المناطق اللي ما بيقدر حدا يوصل لها أو ما قدر حدا يوصل لها اللي هي المناطق النائية، فبنكون دائما بيحس انه نسال عن احواله. ممكن هي الحمله تكون على عده اختصاصات، يعني هي غاصيه ممكن تكون فيها شيء له علاقه بالعيني او النقدي، المساعدات العينيه او المساعدات النقديه تقدم، ممكن نقيم فيها مشاريع، ممكن يكون بهي الحمله نقدر نشوف مثلا كيف فينا نساعد هؤلاء الاسر واهلنا واخوتنا اللي نحن بنعتبرهم، يعني لولا تضحياتهم وتضحيات ارواحهم واجسادهم فنحن هون ما كانت سوريا موجوده ولا كنا انتصرنا. وبالاضافه انه هذا بنعتبره نحن واجب وطني على الجميع. طبعا مدام سيرين النشاطات كثيره، اذا حكينا عن الجانب الدوائي، اذا حكينا عن الجرحى، واذا حكينا عن التشبيك مع الجمعيات لرعايه الايتام، فخلينا نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل وكيف عم نقدر نغطي شرائح المجتمع اللي هي فعلا بحاجه كثير كبيره للدعم اليوم. هلا نحن طبعا في عنا عده مبادرات وعده مشاريع كمان هو برامج مستدامه، من ضمنهم حضرتك مثلا ذكرتي بالبدايه هو مشروع وبرنامج دوائي وهو بخص للامراض المزمنه لحتى نقدر نساعد قدر المستطاع كمان اهلنا واخوتنا بالوطن اللي هن بصراحه صار الدواء شوي عبء على المواطن كتير. او على المريض مو شوي كثير كثير، نحن يعني عم نحاول لانه بصراحه الارتفاع تمام ارتفاع الأسعار الأدوية صارت عبء. وانتي هون عم نحكي على مرض، عم نحكي صحيح. بحالة إنسانية ما فينا إلا ما نكون موجودين معه، ما فينا ما نساعد. فبلشنا ببرنامجنا أو بمشروعنا بالأمراض المزمنة، الضغط، السكري، كل شيء له علاقة بالأمراض القلبية والربو عند الأطفال. طبعا في اجراءات معينه بتتبع حتى نقدر نخدم اهلنا واخوتنا وام والمرضى. وطبعا الشريحه المستهدفه هي الشريحه الكبار بالسن اللي ما عندها معين تمام، او العائلات اللي هن في عدد اطفال اكثر، فهون طبعا حيكون العبء عندهم اكثر. طبعا هذا بالنسبه لمشروع دوائي. في عنا مشروع ثاني هو اسمه بدايه، وهو اقامه مشاريع صغيره ومتناهيه الصغر للجرحى ولابطال الجيش العربي السوري. بلشتوا فيه؟ نعم بلشنا فيه من عده سنوات، ونحن هلا عنا خطه ان شاء الله باقامه عده مشاريع من هون لنهايه السنه بدها تكون منفذه. طبعا ذكرتي حضرتك بالتشبيك مع جمعيات ومع مؤسسات الخيرية اللي هي عندها نفس أهدافنا. طبعا هذا التشبيك كتير ضروري لحتى نقدر نساعد أكبر عدد من أهلنا وإخوتنا اللي بحاجة لمساعدة. فمثلا أنه نحن قدمنا عدة مواد غذائية لدور أيتام، لمطابخ دور الأيتام،
فهون احنا دائما مثل حاله مستمره انه نقدم لهم مواد غذائيه اللي بحاجه فيها المطبخ. قدمنا مواد غذائيه لبعض جمعيات مثل مثلا جمعيه القدموس بطرطوس، عملنا بالعيد مع جمعيه ساعد حلو العيد، فكمان هي كانت تشاركيه وتشبيك اللي هو بيعطيك اهل سوريا اللي هي دوما مع بعض وعلى ايد واحد. مدام اليوم لما بنحكي نحن عن الفئات المستهدفه او هي صاحبه الاحقيه مثل ما بنقول بهي المساعدات، اوقات بيكون في يمكن بعض الاشخاص اللي نحن ما بنقدر نوصل لهم او ما بنسمع فيهم، فدي مهم اليوم نبحث او نترك مثل اعلانات ان كان على مواقع التواصل الاجتماعي لكثير من الحالات اللي نحن ممكن تمر معنا. صحيح. اوقات من جرحى من بعض الاشخاص اللي ما بيقدروا مثلا يشتغلوا مشكله صحيه ما، فهون تؤخذ هي المشاكل الفرديه بعين الاعتبار او الحاجات الفرديه اذا بدنا نسميها وبتم التواصل معه. هلأ ممكن هلأ بالنسبة بما يخص لأبطال جيش العربي السوري سواء كانوا أسر شهداء الله يرحمهم أو كانوا جرحى، فنحن هون قوائمنا تؤخذ من مكتب شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بدمشق. هلأ طبعاً بتجينا أي حالة إنسانية سواء مثل ما ذكرتي حضرتك على التواصل الاجتماعي أو من قبل جهة معينة جهة رسمية أو حتى جهة شخصية فبتدرس أكيد، فأنت هون عم تحكي على حالة إنسانية تمام. لازم تكون ضمن شو فينا نفيد هاي الحالة الإنسانية من ضمن برامجنا ومشاريعنا وشو فينا نساعدها أكيد ما منوقف. بس ما في أولوية طبعاً تدرس مثل أي حالة. أكيد تدرس بس الأولوية الأكثر حاجة، يعني هو دوماً الأولوية أكثر فقراً أكثر حاجة، وإذا حكينا على المرض وعلى الجرحى يعني مثلاً نأخذ أكثر إصابة نسبة العجز قديش بتكون تماماً. نعم خلينا نرجع شوي لمشروع بداية لجرحى الجيش، نحن بنقول لهم الشهيد الحي، يمكن هدول أكثر ناس اليوم هنن بحاجة للدعم، يعني شفنا كثير حالات عندهم إصابات ما بتمكنهم أنهم يمارسوا أي عمل طبيعي، يعني خلينا نحكي عن أهم المشاريع يلي قدمتوها وكيف كانت نتائجها على الأرض. طبعاً نحن هون برنامج بداية مثل ما ذكرنا هو برنامج إقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للجرحى اللي هو نسبة العجز عندهم بتبلش للأسف 70%، إن شاء الله يعني نسبة عالية كتير. تمام تمام، فهي الأكثر. فنحن هون طبعاً مستهدفها بكل محافظات سوريا، منشوف طبعاً منزوره أول بداية ببيته بضيعته، منشوف الحالة الصحية تبعه هل هو قادر انه يكون بإقامة هذا المشروع لوحده او ممكن يكون يساعده او يكون المستفيد من هالمشروع زوجته والدته يعني اهل الاهل ضمن عائلته لوحده. تمام ضمن العائلة. الاهم من هيك هو شو بده، يعني هو مثلا ممكن كان مشروع مثلا قبل اصابته كان موجود ونتيجة اصابته ما قدر يكمل، فنحن هون فينا نساعده. ممكن يكون حاطط بباله مشروع معين ونحن اعطينا امثله شو اهم المشاريع الموجوده على مثلا في ناس او في جرحانا واخوتنا واولادنا اختاروا مثلا حسب البيئه اللي عنده انه مثلا بده بقره لانه هي بتفيده، هي اكتفاء ذاتي لبيته. صحيح. ونفس الوقت لاهل ضيعته ففي يشتغل فيها، في كشك صغير او بقاليه صغيره. طبعا نحن بنعمل لهم هون دراسه اقتصاديه، هلا اذا مثلا بالضيعه نفسها فيها عده مثلا بقاليات او كشك فنحن هون بنقول له اذا في عندنا احتمال نعمل مشروع ثاني انسب لحتى ينجح مشروعك، فنحن بنعمل له كمان دراسه اقتصاديه لمشروع ثاني. تصليح موبايلات. حلو. في شاب من شبابنا كمان بالجرحى اختار هو عنده محل بس هو المحل ما كان مجهز باي شيء، فنحن طبعا كملنا تجهيزه، عجبنا له الادوات اللي هو وهو هيك الله يحميه يا رب، هو مقعد عنده شلل نصفي، فهو هون بتصليح الموبايلات يعني على المكتب على بالمحل بفيده. بتتابعوا هي المشاريع مدى تطورها وانتاجيتها؟ ممكن تحتاج لدعم لحتى نكبر المشروع اكثر، بجوز نجح المشروع ببدايته الصغيره مثل ما قلنا بحاجه توسيع اكبر، هون انتم بتتابعوا هي المشاريع؟ اكيد نحن الفريق لكل مشروع في له فريق متابع، هذا الفريق بيكون يعني نحن شركاء نحن وياه تمام. هو شريك، لما بتكون الشريك فانت دوما بتكوني معه خطوه بخطوه، بحاجه لمساعده بكون صار اي بسموه ريسك او خطر فنحن هون بنكون دعم له، فهون المشروع يعني مستمر نحن وياه لانه هو شريك. هلا ممكن يكبر مشروعه، ممكن حتى هذا المشروع ممكن مثلا اذا عملنا متجني، اذا بلشت هي المتجه لاهل كم عيله من اهل الضيعه
أو للمنطقة اللي هي طبعا هون حسب المنطقة. هلا إذا كانت منطقة زراعية، إذا ما كانت منطقة فيها ممكن تستفيد فيها أو لا، فممكن نعمل بيوت بلاستيكية. فهذا المشروع يعني كل حالة بحالتها وكل منطقة أو كل ضيعة واحتياجاتها تمام. فهي في دراسة اقتصادية لكل مشروع. تماما. اليوم مدام سيرين لما بنحكي عن الرجعة للمدارس والأعباء الكبيرة يلي بيوقف تجاهها الأهل من مستلزمات كتير كبيرة. لا 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 أسعار لا أسعار كتير كبيرة. أسعار يعني عن جد كوكب آخر. نعم. والله يعين الأهالي فعلا يلي بداية كل سنة عندهم هي الأعباء وهي المسؤولية. مزبوط. وعندهم كذا ولد، فرح تلاقي بالعيلة أحيانا اثنين ثلاثة يعني. تمام. وما فيكي وأحيانا يعني هلا بتبادلوا الشناتي الأولاد إذا كانت الشناتي، بس المشكلة حتى الشناتي ما عادت المشكلة حتى الأولاد ما بقى قبلوا بهي القصة. لا تمام بتك. تمام. إذا أنت عم تحكي على الطفل الابتدائي فأنت هون لا طبعا نحن هون عندنا هلا حملة تحضير لحملة لكل شيء له علاقة بالشناتي المدرسية والقرطاسية. شو بتشمل هي الحملة؟ محافظة دمشق فقط؟ هلا نحن محافظة دمشق ولا ممكن تمام نعمل بعدة محافظات، يعني إن شاء الله رب العالمين تكون حملة كبيرة وتغطي، والأهم من هيك تغطي كمان مثلا بعض المدارس اللي كمان بنرجع بنقول اللي بعيدة اللي ما اللي شوي وضعها يعني المادي وحتى لحبيبات الطلاب والطالبات المدرسة إنهم بحاجة لهي المناطق اللي مثلا انه نساعدها، فهي كمان اكيد ضروري ما تكون. في احدى الحملات رشا اذا بتتذكريها كانت بعض الاشخاص يتبرعوا يعني عندهم هن شناتي لو انها مستعمله مثلا. تمام. دفاتر ما انها مستعمله. تمام. بس هي موجوده. تمام. فتبرعوا فيها. تمام. بنفس الوقت قدروا يستخدموها عائلات ثانيه، فهذا الشيء ممكن يكون. تمام. موجود معكم هلا؟ ممكن ليش لا، بس هي شوي يعني نحن بنحب انه دوما الطفل او اي شخص بنحب نهديه او نعطيه نوع من الجديده عن جد يعني ايه، فبحس حالي انه بقيس الواحد على ابنه. صحيح. فانت لما بدك تجيبي لابنك تحبي تجيبي له احسن شيء، فنحن بصراحه يعني بنحاول قدر المستطاع نجيب احسن حتى ما نجيب لنا ولاولادنا. طيب اليوم عم نحكي عن حملات، عم نحكي عن جرحى، عن مشاريع، عن شناتي مدرسيه، في حسبه اقتصاديه يعني عاليه والكل يعني بتبادر لذهني انه اليوم في دعم للمؤسسه. أكيد. نحكي اليوم مين عم يدعمكم وشو دور المجتمعات الاهليه ضمن الفريق؟ هلا الدعم نحن خلال 11 سنوات يعني مؤسسه سوريه بتجمعنا كانت موجوده على الارض، فهو الدعم من اصدقاء، الدعم الذاتي اللي هو من ضمن نحن كاعضاء، الدعم من اهالينا، من المغتربين، من اهالينا المغتربين اللي موجودين برات البلد كمان هن مدعمين اساسيين، فهو نحن بنعتبره دعم ذاتي. هلا لا يخلو من اصحاب الايادي البيضاء اللي دوما بنقول، ودوما الشعب السوري هو شعب معطاء ومحب للخير يعني عبر كل التاريخ بكل أزماتنا، فنحن هون دوما موجود معنا ودوما بيحب الخير بغض النظر عن قيمة التبرع. يعني هلا حكيتوا حضرتكم ممكن يتبرع فرضا الشيء موجود عنده بحالة جيدة ممكن يتبرع، هذا استطاعته طبعا أكيد يعني يشكر. التبرع المادي كمان يشكر، فتبرع العيني كمان هذا يشكر طبعا عيني الجديد. فيعني دوما نحن يعني ما اهل الخير موجود. أكيد. ولولا اهل الخير ولولا هيك لم سوريا كمان ما صمدت وما كنا واقفين مع بعض. اكيد كل أكيد. الشكر لك وعلى وجودك معنا، تحيتنا لكل اعضاء الفريق اللي هن فعلا جنود مجهولين، صح ما كانوا معنا، صح ما ذكرنا اسمائهم فردا فردا، بس كل التحيه لهم وموفقين يا رب. شكرا كثير للاخباريه اللي دوما بتواكبنا ودوما انتم معنا، وان شاء الله هيك للايامات القادمه واجبنا. شكرا لحضورك وتحياتنا لكل الفريق وناطرينكم هيك بمبادرات وخطوات. أكيد. حلوه ايجابيه. أكيد. على الارض اكيد ان شاء الله. شكرا لاستقبالكم. نورتي صباحنا. يا هلا.